ايش رايكم فيني؟ اشوف واحدة تيجي تقول رغد انتي نساية، رغد انتي تقولين وما تسوين الا بعد كم اسبوع، عاد شو اسوي؟ هذا والله شيء فيني، انا مرة نساية، انسى يعني الهب شيء وخلاص انسى اللي كان في بالي، عرفتوا؟ المهم انا حطيت لكم صورة ليدي امس او قبل امس نسيت، المهم ان الصورة الفرق بين كف اليد وباقي اليد، الكف متغير لونها يعني متفحم صراحة عقب السفر، أغمض من بشرتي الطبيعية يمكن بخمسة أو ست درجات، مرة غامقة بسبب السفر. أنا وين ما أروح أي مكان أروح له تغمق يدي، ما حتى لو بالرياض يعني هنا موجودة ما سافرت، بس تعرضت للشمس وقت طويل كم ساعة كذا خلاص على طول تسمر، وأتوقع كثير نفسي. فالخلطة هذه أنا دائما أسويها وصراحة ما أنقطع عنها لأني فعلا أشوف النتيجة. في بنات لخبطوا بين خلطة مدحوها متابعيني وبين هذه الخلطة، الخلطة اللي سويتها أول حق الجسم، حق تفتيح الجسم، أما هذه بس لليد بنات، بس لليد. شوفوني قلت لكم وعدت عليكم مرتين عشان مو واحدة تجي تسويها وتسويها الجسم تقول والله سببت لي حساسية، ما استخدمت أنا الباقي الجسم، فقط لليد. الصورة اللي قبل شوي هذه اليد دي صورتها قبل خمس أو ست أيام، صرت فشل مرة كني لابسة كلوبس تحوم الكبد، يعني شوفوا لو اللون كامل على الجسم مرة حلو، بس إنه كذا يعني فرق مو بسيط، لا فرق مرة واضح، مرة واضح بنات، وحتى ترى بالطبيعة أغمق من الصورة والله، فمرة ينرفز الشكل. المهم أنا صورتها بغرض إني أقارن بعد تقريبا ثلاث أو خلينا نقول شهر، أقارن وبصورها لكم، هذا قبل راح أصورها بإذن الله بعد مع الاهتمام، عرفتوا؟ فاللي حابة تهتم وتبدأ معاي أنا كل خلطة بسويها بنزلها على سناب، اللي حابة تبدأ معاي بإذن الله راح تشوفين نتيجة مرة حلوة، لأني كل ما أسافر تقلب يدي زي هالشكل والحمد لله أرجعها زي أول. الخلطة ترى مرة بسيطة وأتوقع موجودة بكل البيت، شيئين أساسيات فيها اللي هو الليمون وبيكنج سودا، أو بإمكانك تستخدمين هذا عادي أي شيء تلاقينه بالسوبر ماركت تستخدميه، بس مو البيكنج باودر بنات انتبهوا. الشيء الثاني بإمكانك تستخدمين أي زيت عندك، أنا أول كنت أستخدم زيت الزيتون كان تمام معي، بعدين صرت أغير صرت أستخدم زيت جوز الهند، صرت أستخدم زيت جلسرين عادي كلها تضبط، أي زيت عندك استخدميه. حطيت هنا تقريبا ملعقتين من عصير الليمونة، هذا الليمونة كاملة ما استخدمتها كلها، شيء بسيط منها. بعدين تقريبا ملعقة أو ملعقة ونص من أي زيت أنت تفضلينه، تمام. آخر شيء تضيفينه اللي هو البيكنج صودا، آخر شيء راح أحط من البيكنج صودا، راح تطلع بهالشكل عادي، خلطيها. أول ما تبدأ الفقاعات هذه تنزل خلاص وزيها على الكلاس والبسيها 20 دقيقة ربع ساعة على طول فيها وعادي غسل.